السلام عليكم. الجزء الثاني حول التوتال بيلروبين الاصفار الكلي. طبعا احنا قلنا البيلروبين هو راح يكون نوعين، الغير مختبر اندايركت بالفيديو الاول الجزء الاول، والدايركت اللي هو المختبر. وعرفنا اللي هو الاندايركت معناها انه هو بعد ما وصل للكبد، دخل الكبد وما بعد الكبد معناها اللي هو المخترن الدايركت. طبعا اكثر مسببات الابصفار اللي هو البيلروبين اللي هو احنا نسميه قان، هذا الجدول اللي تشوفوه قدامكم. اول سبب اللي هو التحلل الهرمونالي، التحلل احنا مثلا خلينا نسالكم انه هو راح يهوى لي يكون مرتفع حتى نعرف ليش؟ لان احنا صرناك سؤال قلنا انه الطبيب ليش يكتب توتال بيلروبين ويكتب دايركت ويكتب لكم اندايركت؟ ليش؟ ورا ما نكمل شرح الجدول انتم راح تعرفون تلقائيا ليش. بالتحللي يعني شو التحللي؟ معناه معدل تكسر الدم كلش عالي، قد يكون اي مرض بالدم يسبب تكسر دم عالي، قد يكون انيميا الفول. بالتحللي يهوى راح يكون عالي، اندايركت كقيمه يعني كقيمته تكون اعلى من الدايركت، لو الدايركت قيمته تكون اعلى. طبعا بديهيا انتم راح تقولوا الاندايركت اللي هو عدل هو راح يكون اعلى، وانا اقول لكم الجواب صحيح. فهذا راح نشير الى بالسهم الى الاعلى، قيمه الاندايركت اعلى راح تكون اعلى من قيمه الدايركت. اوكي، هذا قيمته تكون اعلى من هذا. هذا مثل ما موضح امامكم بالرسم، حطوا الرسم امامكم في اذهانكم الصور. زين، اذا خلل عندنا النوع الثاني من اسباب اليرقان، النوع الثاني عندكم المراري، معناها المراره ما مو بذيش الكفاءه العاليه. قد يكون حصوات بالمراره وهذا امر كثير شائع. وبالتالي ايش راح تقول؟ يا يعني القيمه الاعلى دايركت والاندايركت، انت تلقائيا راح تقول الدايركت قيمته ايش؟ اعلى من الاندايركت، وانا راح اقول لك عاشت ايدك صحيح. زين، الكبدي الليفر، اذا هناك عندنا فشل او التهاب حاد بالكبد، قد يكون هيبيتايتس، اي نوع؟ 3 سي بي، اي انواع التهاب الكبد الفيروسي. هذا الكبد من راح يصير بالتهاب حاد ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا ارتفاع بالاندايركت والدايركت، اثنيناتهم راح يكون كقيم عاليه جدا. اوكي، لكن على فكره طبعا هو راح يكون اكثر اذا تريدون. طبعا من قبل فتره نزلت انا سؤال يعني حتى يعني نتائج للتحاليل تكون عاده بالكبد انه هذا قيمته تكون طبعا الاثنينات مرتفعه فوق المعدل الطبيعي، بس هذا تكون قيمته كلش عاليه، تكون كلش قيمته يعني نوعا ما تكون اعلى من الاندايركت. اوكي، هذه ثلاث اسباب. بس عرفتوا الطبيب ليش يدز او يرسل للمختبر يقول له يا بشوف لنا هذا المريض الدزيت لكم اياه شنو البيلروبين عنده دايركت والاندايركت، يا من عالي يا من اسفل، حتى يعرف مثلا شخص اذا راح للطبيب عنده صفار او صفار والجسم كله. فالطبيب طبعا راح يحكي بعد التحاليل من ضمنها التوتال سيرم بيلروبين والدايركت والاندايركت. ليش؟ حتى يعرف هذا الاصفار نتيجه شنو؟ هل هو خلل بالتحلل بالدم اعلى من المطلوب بالجسم، او هو خلل بالمراره، او هو قد يكون يعني فشل بالكبد، حتى يعرف السبب. طبعا هنا اذا اكو تحلل بالدم يطلب تحاليل اخرى، بالمراره فحوصات وتشخيصات اخرى، بالكبد وهناك تحاليل اخرى نقدر من خلالها. معلومة بسيطة، لازم كل فيديو نختم المعلومة حلوة لكم. التوتال سيرم بيلروبين هذا تشتغلوا واكو الى كيتات مانيوا او بالاجهزة اللي هي فول اوتوميتد، الفول او الفول اوتوميتد، الاجهزة الحديثة المتطورة. واكو كيتات تشتغل لكم خصوصا للي يشتغل مانيوا، كيتات اكو كيتات للدايركت
لكن هذا ما تشتغل ما لك كتات، روح افتر كل مكاتب التجهيز اللي عندها ما موجود الا كتات. البعض يسال يا احنا شلون راح نطلع قيمته؟ تريد تطلع قيمه التوتال تريد تطلع قيمه الاندايركت، يعني انت تقول هذا بي كيت معين والبلروبي التوتال بي كيت معين، الاندايركت ما بي. اولا خلينا نجاوبكم ليش ما بي؟ لان هذا غذاء بالماء وعليه هذا في ميزه معلومه اخرى ما يطلع بالادراك. ديروا بالكم ما يعرف، وفيديوهات سابقه انا شارحها بالماء الادراك. غير بذلك شو تسوي انت؟ تقول الان دايركت ايش راح يسوي؟ يساوي التوتال سيرم بلوروبين الطرحه 100 من الدايركت وراح تطلع لك القيمه. ومثل ما قلت بالحلقه الاولى اجمع الاثنين لازم تطلع نفس القيمه للتوتال. اتمنى استفاديت من هذا الموضوع الجدا مهم. دمتم صحة وعافية واتمنى تستفادون من هذا. شكرا جزيلا، كل التوفيق ان شاء الله.